Ma di snack. رحب المستشار احمد زين، رحب بكوكبنا من الرياضيين من الاهلي والزمالك وترسانه وكل اسماعيل حدث في الاداري سموحه كل الانديه الموجوده. رحب الساده النواب باهي الشعب والدكتور علاء المجلس، رحب الساده المستشارين. هنتوجه الان كلنا الى المسجد الجديد. هنطلع المبنى اللي جنب المسجد، مبنى جديد هنشوفه، وقول للسادة الأعضاء اتفضلوا في أماكن بعد دوري يونس، أماكن هتشوفوها لأول مرة. راح في اتحاد الكرة المحلول. لا انا جايب صفتي عضو في النادي. كابتن مستشار احنا كسبنا القضيه على لاعب الكوره، كسبنا وعدين محمد الوضع مندوب سعيد جنوب. قول تاني. بنشكر السيد رئيس مجلس الوزراء مهندس شريف اسماعيل، شرفنا امبارح وتفكر في المشاهد. بنشكر مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. بنشكر الخبراء وكابتن حافظ الجيزه اللي هم امبارح شرفونا. بنشكر كل النواب مجلس النواب اللي شرفوا. بنشكر رئيس النادي الاهلي العم فاروق، وزير عم فاروق طه زهير، طبعا سفير البور عبد الله ياسين، عبد الله اللي هو الشمس مش كل اللي قاعدين. ثم القرآن الكريم بصوت الأستاذ أحمد العين على المشكور، ثم نصلي المغرب كلنا مع بعض إن شاء الله بإذن الله. فسادة الأعضاء، سيادة الأعضاء، نتوجه المجلس طبعا إلى المبنى الاجتماعي الجديد. في 2005 طرح قرار بيعد 2014 من تحت الأرض. وعلى فكرة المبنى ده المفروض يتعمل في 4 سنين. تقريبا مش عارف 3 اشهر. في مفضل ايه؟ مفضل ربنا والمسجد. اول ما بديت ابني المسجد واشتغل فيه لقيت فيه حماس غير طبيعي، كان حد الناس والله عم تعمل المهنه اللي في بعض، لان ده بيت من بيوت ربنا اللي احنا حصلنا فيه. فلولا بيت ربنا ده تقريبا مكان هذا، يعني انا بيت مستغرب 3 اشهر بتعمل هذا المبنى تشوفوه دلوقتي اللي مش معروف لاي ناس. بفضل ربنا بفضل احنا بدأنا ببيت ربنا اللي احنا بنيناه. ان شاء الله بكره يعني بقول هيبدا 6 اكتوبر لنادي الناعي نشتري مركب. خدنا امبارح واحد من السادة اللي هو على المركب، نعمل يوم تاني بحيث انه زي ما قلت اعضاء النادي اعضاء النادي يستمتعوا، وزي ما فاضيين الوزير اللي وقع في كابول دلوقتي هو ساعته بيوصل للمصريين. طيب ال 40,000 دول لو هم مش النادي هيطلعوا طاقة الشباب والبنات دي تطلع فيه. خلاص ساعات هو بعودة العائلات هو حتى بيقول في النادي انه يبيع مستويات الطبقة اللي بيقول عليها يعني مستريحة، الطبقة المتوسطة، الطبقة الوسيطة، كلهم ساعدوا في مكان اسمه نادي الله يطول كرامة نادي الزمالك. انا بشكر كل الضيوف اللي شرفونا. هنحرك دلوقتي على المبنى الاجتماعي جنب المسجد اللي هنشوفه، ثم نتوجه للمسجد نستمع الى كلمه صديق الوزير الاف. وعلى فكره انا كان ليا لقاء مع سيد الوزير الاف قبل كده في رمضان. في العموم السيد رئيس الوزراء كان موجود معانا في الشباب وزير الماليه. فقلت له مفضلك
خليه يخرج في الجرعه المسجد النبوي. ما فيش مشكله، هنعمل له سنتين عندنا في الاوقاف وندي له التصعيد. المهم هو ثاني واحد في واحد شيخ في مسجد عمرو بن العاص، راح هو بصراحه شيخ 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 بجد، وراح ضرب بوتين كده والدنيا قامت. فهو عامل احمد موسى عامل دخله مع اساتذه في الاوقاف، فقال له ايه؟ قال له الناس طالبينه في الجامع، فرحت عامل مداخله قلت له الاعضاء طالبيني اقول الخطبه، انت من يعني ايه؟ طبعا كنت بهزر معاه، احنا بعت لنا حد من عامله لان احنا عاملين بقى تقريبا نستغرب الناس اللي هم شعرانين نخش منه، حضرتك تشوف دلوقتي وحضرتك عايز تبين هذا المسجد بس شايف فينا لان عرفنا ان المحلات عشان المتاع شرفنا لازم الناس من بره تخش تسلم فيه، فاحنا عملنا باب جديد هتشوف حضرتك اللي هم مش عارف ممكن يخش يصلي ويتعبوا ان شاء الله. انا استاذنك يا عمي الحقيقه احسن. اولا الحقيقه بدايه بنشكر سياده المستشار لكل هذه الجهود، فانا يشرفني بالاصابع عن نفسي وطبعا نيابه عن السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الذي تفضل مشروعا بانابته في موضوع هذا اللقاء مع حضراتكم جميعا. يمكن في عده ملاحظات هامه بنوجهها من هذا المنتدى الوطني. يمكن النقطه اللي اشار اليها سياده المستشار هذه الروح المنسخه الوطنيه بين الساده اعضاء او قيادات النادي الزمالك والنادي الاهلي بيؤكد ان المنافسه الرياضيه منافسه شريفه، ويبقى هذا الوطن الذي نعمل له جميعا، وهذه الروح وهذا اللقاء رساله ضد اي تعصب مقيت. المنافسه الشريفه شيء والتعصب المقيت شيء اخر. النقطه الثانيه زي ما قال سياده المستشار، انا اسعدني حقيقه يمكن انا من المرات الندى اللي اتجول فيها ان الثقافه اللي في ذهن الناس ان الساده اعضاء النواب الكبرى غالبا من الطبقات معينه في المجتمع، لكن انا لاحظت في الوجوه ان كل الطبقات سواء الطبقات الكبرى او الطبقات الوسطى او البسيطه زي ما قال سياده المستشار، وانا معايا واحد من الموظفين والبساط هو لقيته عضو هنا اتفاجئت. فالحقيقه ده بيؤدي الى انصهار مجتمعي وتقارب مجتمعي هام جدا. النقطه والرساله الاهم، هذه النوادي ليست مجرد نوادي للترفيه فقط او الرياضه فقط، بل هي يمكن ان تكون بناء وطنيا كبيرا. وانا بقول دايما لو اني المساجد والانديه الرياضيه وانديه الشباب وقصور الثقافه اجتمعت معا يمكن ان نحدث نقله في الاخلاق المصريه، لان هؤلاء الشباب الموجودين وهؤلاء الاسر ان لم يجدوا المكان المحترم الذي يجتمعون فيه فليسال اي واحد اين يقضي هؤلاء وقت الذي يريدون ان يقضوه، يمكن ان تتخطفهم ايدي اخرى خبيثه او لئيمه او عكس المصلحه الوطنيه، لان الشباب بالذات النفس ان لم تشغل بالحق شغلت بالباطل. والحقيقه يمكن ان شاء الله مع سياده المستشار ننظم حاجه ثانيه، انا مع التثقيف غير المباشر. مجرد يبقى في حد حول القيم، احترام خصوصيه الانسان، النظافه، القيم الانسانيه، ويمكن انا ساعدنا الان فيه اللي عايز يحفظ القران في مكان تحفيظ القران الكريم. الحضانه في الحضانه المناسبه. الثقافه فيها الثقافه. لان الناس بس فاكره ان حصر قصه الانديه فقط فيما هو على السطح الاعلامي يمكن تكاد تحصره في منافسات كره القدم وبعض المنافسات الاخرى، انما دور الانديه اجتماعي يجمع الاسره المصريه، وطني يدخل في التثقيف الوطني، ثقافي، تربوي، اخلاقي، قيمي، في مكتبه تحفيظ القران للعزاء، في الحضانه للتنشئه الصحيحه، في المبنى الاجتماعي. ويمكن اسعدني سياده المستشار بيقول لما بدانا في الجامع بدا الحماس. وانا بقول حاجه ثانيه، انا في هذا الملتقى انا مش عايز حد يجي يقعد مع الشباب يقلبها خطبه ووعظ، دي مكانها المسجد اللي عايز يجي المسجد، انما احنا نعمل التثقيف الوطني العام، القيم الوطنيه، القيم الاخلاقيه، القيم الانسانيه، النظافه، النظام، احترام خصوصيه الانسان، احترام الاخر، الكلمه الطيبه، الادب، اللياقه. فهذه النوادي يمكن ان تكون محاضن وطنيه كبرى تسهم في بناء ثقافي، وان شاء الله مع سياده المستشار هنبدا ننظم لقاءات ربما شهريه او كل شهرين او موسميه
وفقط هنعملها ايه في التثقيف العام، القضايا الوطنيه والقضايا السياسيه والقضايا الاخلاقيه. احنا حقيقه بنشكر سياده المستشار وكل جهاز النادي على هذه النقله، وبنبلغه ايضا تحيات السيده جميعا، تحيات السيده رئيس الوزراء الذي شرفني بهذه الانابه، وان شاء الله التوفيق. وبالنسبه للمسجد ان شاء الله سنجعله تحت العنايه والرعايه، وهنختار حد من الشباب الذين يفهمون طبيعه الشباب ومخاطبة الشباب بلغة عصرية، واحنا دفعنا مجموعة كبيرة من الشباب. شكرا جزيلا وتمنياتي. كلمة حضرتك تقول للاستاذ المستشار بعد الإجازة، كل التحية وكل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المبارك الميمون، وهو يوم الجمعة، أفضل يوم طلعت فيه الشمس، يسرني ويسعدني أن ألتقي بهذا الجمع الكريم، وأن ألتقي به في مناسبة سارة وعزيزة ووطنية وعمل فوق طاقة البشر قام به مجلس إدارة نادي الزمالك وعلى رأسه المستشار الجليل المستشار مرتضى منصور. هذه الإنجازات التي كانت من المفروض أن تستغرق دهورا استغرقت شهورا. أنا سعيد بهذا الإنجاز لأكثر من سبب، لأني والسيد المستشار ينتمي في البداية إلى أسرة فضائية واحدة. ثانيا، نحن نستطيع أن نقول أننا أعضاء منتسبين في الأسرة الرياضية. ثالثا، أننا وبالحق نتبوأ مكانا مرموقا في كتيبة الإنجاز لهذا الوطن. فما عرفنا الاستكانة أو الدعم أو تضييق الأوقات، كل ما نعرفه هو بناء مصر وإنجاز لمصر ولشباب مصر. أنا فخور بتواجدي الآن هنا بينكم جميعا، وسعيد بهذا الإنجاز، وأهنئ الأسرة الرياضية في جمهورية مصر العربية و أعضاء نادي الزمالك المحترمون ورياضيين ومجالس إدارته المتعاقبة التي أسهمت بدور وافر أو بنصيب وافر في أن تجعل من هذا النادي صرحا رياضيا عملاقا. توج كل هذا الجهد المستشار الجليل مرتضى منصور، الذي أبى إلا أن يكون الأب الشرعي لهذا الإنجاز. نعم. الذي وصل إلى حد الإعجاز. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. ألف مبروك لنادي الزمالك، قيمة كبيرة الحقيقة من قيم الرياضة المصرية. ألف مبروك على الإنشاءات الطيبة، وألف مبروك بالنسبة لكم جميعا. الحقيقه لو كمل كبير من الاعضاء اللي بيتدرب في نادي الزمالك، تمنياتي القلبيه يكون دايما بالتوفيق، ويحتاجين بالفعل الفتره الجايه المؤسسات الكبيره، الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، الترسانه، كل المؤسسات الرياضيه الكبيره الحقيقه يتم فيها تطوير. المطلوب ده بالفعل لينا جميعا. الف الف مبروك وسعيد، واشكر الحقيقه المستشار المحترم منصور والاداره على الدعوه الكريمه. الشيخ خالد الجندي اللي هيقول خطبة المغرب، اتفضل. بمناسبة تجديد الخطاب الديني كده تبقى خطبة الوداع. الحقيقة يا جماعة أنا عاوز أقول إن إحنا في أسعد حالاتنا دلوقتي، لأن الواحد في وسط أحبابه وأصحابه بنشكر الله سبحانه وتعالى
اللي وفقنا لهذا الخير الكبير لمصر. واحنا بنقول لسياده المستشار مرتضى منصور هذا تتويج لمحبه الناس ليك وهذا تكريم من الله ليك. واذا اردت ان تعلم من الله مقامك فانظر اين اقامك. فاذا يسر الله لك خدمه الناس وإقامة هذا الدور الاجتماعي العظيم فهذه نعمة من الله قد أزداها إليك وهذا فضل من الله عليك. هنيئا لك محبة الناس. وآن الأوان أن تتحد كل مؤسسات الدولة الرياضية والثقافية والدينية للارتقاء بهذا الإنسان العظيم وهذا البنيان القويم بإقامة هذا الجيل الكريم وبتكوين هذه اللحمة المباركة لهذا الجيل الذي نتمنى عودة هذه القيم الأصيلة. هذه المؤسسات بأكملها هي الأمل الوحيد وليست المساجد وحدها ولا الكنائس وحدها إنما كل مؤسسات الدولة الرياضية والسياسية والفكرية والدينية لمحاربة كل مظاهر التطرف والشذوذ والانحراف والإدمان والتعصب والتحرش وكل القيم الغريبة عن مجتمعنا وكل الأفكار الغريبة عن مجتمعنا. سترجع مصرنا بإذن الله إلى أحسن حال تحت هذه الراية المباركة وهذه اللحمة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في نادي الزمالك على هذا الإنجاز الذي توج به تلك الأنشطة الرياضية التي نتمنى دوامها. هنيئا لمصر، هنيئا لنادي الزمالك، هنيئا للمستشار المحترم مرتضى منصور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا. برضه يمكن الإعلام طبعا يعني بشكر سياده المستشار مرتضى منصور على الدعوه الكريمه دي. سعاد دايما بتيجي نادي الزمالك الحقيقه الفتره اللي فاتت انشاءات غير طبيعيه سعاده للاعضاء. لما بنقابل الاعضاء عندهم حاله سعاده كبيره جدا وده شيء بيسعدنا بشكل كبير. يعني الحب دايما في نجاح كده والحب دايما منشآت في زياده بشكل كبير ومجموعه من رجال الدين والرياضه ودايما بندي مثال ان هي كلها خط واحد سياسه رياضه دين في النهايه هي كلها مصلحه الدوله وهو ده اللي يهمنا. بنشكر دايما سياده المستشار مرتضى منصور على الدعوه ومزيد من التوفيق لنادي الزمالك ومزيد من الانشاءات ومزيد من المباني كده ورب دايما يعني ومزيد ومزيد من التوفيق للمستشار مرتضى منصور وعلى مسافه واحده من جميع دايما التوفيق لنادي الزمالك والاهلي. ده اللي عودنا عليه دايما المستشار مرتضى منصور في اي مناسبه بيقاسم الاهلاويه ويقاسم الزمالك بس بعد الماتش بقى عدوكم. شكرا شكرا. هنتفاجئ مع الناس اللي بتتفرج شكرا المسطره.